وهنروح لخبر اللي هيخص النادي الاهلي هنا لتحديدا. عايز اتكلم فيه على ارساله لخطاب بالامس لسياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه علشان يوافقوا على الحضور الجماهيري بالساعه الكامله في مباراه الاهلي وحرس الحدود ان شاء الله بكره باستاد القاهره، عشان كمان يحضروا مراسم يعني تسليم درع الدوري. والنادي برده من ناحيته اكد في الخطاب على تقديره للجهود الكبيره اللي بذلها رجال الامن والمسؤوليات اللي بيحملوها على مدار الموسم في كافه المنافسات المحليه والافريقيه، وقد ايه طبعا برده الحضور الجماهيري هيفرق بشكل كبير في مباراه بكره باذن الله او غدا، لان فيها تتويج بالدوري. وانا هضيف بقى كمان ولازم كلنا نتكلم عن كمان الجماهير اللي هي مقدمه برده شكل راقي جدا، يعني ما هو احنا في جزء امني قايم بدوره وفي جزء ووعي ثقافي برده من ناحيه الجماهير، فالشقين دلوقتي اعتقد ان هم مقدمين اللي عليهم. فانا اعتقد ان يجوز يعني نتمنى ان شاء الله يكون في موافقه، لان احنا عايزين نفرح، عايزين نفرح الناس وعايزين نفرح اللعيبه. وجود الجماهير يا كريم بحضور يعني عفوا وجود اللعيبه بحضور الجماهير في هذا التتويج اعتقد هيفرق بشكل كبير جدا يعني معنويا. حتى تستحق انها تحضر اللحظه دي، لان الجماهير فضلت قاعده كتير مستنيه ان الدوري ودرع الدوري يعود من جديد الى مقره الدائم تقريبا الشبه دائم وبيته ومطرحه زي ما بيتقال. وحضراتكم عارفين كويس قوي طول عمر دوري الدرع الدوري بالنسبه لجماهير النادي الاهلي لا من الحاجات المهمه جدا، مهما كان الاهلي بيحصل على بطولات قاريه وحتى دوليه كله كوم، لكن درع الدوري وبالذات لما يكون غايب له سنه ولا سنتين لظروف استثنائيه لا الجمهور من حقهم طبعا ان هم يحضروا ويسعدوا بهذه اللحظه.